وسنعود إليك أيها الشعب النبيل إن شاء الله، ونحن على ما تعهد منا من إيمان قوي وثبات على المبدأ وسهر على مصالح الأمة وعمل على ما فيه خيرها وسعادتها. لكل أمة ذاكرة مجد تفخر بها، ولكل شعب قصة كفاح وحكاية تضحيات جسام في سبيل الوطن. وهذه واحدة من محطات تاريخ المملكة المغربية، هي قصة انتفاضة من أجل الحرية، من أجل الاستقلال، مشاهد بطولات وطنية بصمت تاريخ شعب شجاع أبي قاوم الاستعمار بمواقف بطولية وبكل إخلاص ناضل من أجل صون مقدسات الوطن. عشرون غشت سنة 1953، السلطات الاستعمارية الفرنسية تقدم على نفي رمز وحدة الأمة المغربية جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وأسرته الشريفة. نفي جاء انتقاما من المواقف الوطنية البطولية لأبي الأمة، فقد كان يرفض توقيع الظهائر الاستعمارية ويتقاسم نفس الرؤية مع الحركة الوطنية. التقارب بين العرش والحركة الوطنية أزعج المقيم العام الفرنسي الجديد أنذاك غيوم، الذي بات يخشى على الوجود الفرنسي في المملكة. لم يتحمل المستعمر الغاشم صمود المقاومة الوطنية، فكان رده حملة القمع والمضايقات لمقارعة إرادة الشعب، فسقط المئات بين شهيد وجريح. رحلة المقاومة الوطنية نحو الحرية كان يتابعها وبكل تفاصيلها أبو الأمة جلالة المغفور له الملك محمد الخامس من المنفى. أمام قوة المقاومة المغربية، وجد المستعمر الفرنسي نفسه أمام مأزق كبير، ما جعله يفتح باب الحوار مع زعماء الحركة الوطنية. ولا حديث إلا عن عودة السلطان، إنه المطلب الجوهري للحركة الوطنية. وعندما تأكدت فرنسا من مكانة السلطان عند الحركة الوطنية، باشرت في يونيو عام 1955 مفاوضات غير رسمية مع السلطان. تلتها مفاوضات إكس ليبان الرسمية في غشت عام 1955، ليتأكد لفرنسا أن مطلب الاستقلال لا محيد عنه. وبعد 6 أيام من وصول السلطان محمد الخامس إلى باريس، تمخض الاتفاق المعروف بسي سانكلو في 6 نوفمبر عام 1955. في
16 نوفمبر 1955 عاد الملك المجاهد من المنفى إلى أرض الوطن، يوم تاريخي صار رمزا لتباشير الخير والفرح. بعودة أبي الأمة انطلقت معركة الجهاد الأكبر، إعلاء صروح المغرب وتحقيق وحدته الترابية. هكذا حصل المغرب على الاستقلال في 18 نوفمبر 1956، لتستمر الوشائج الوثيقة بين الملك والشعب.